رحمة الله تعالى وبركاته في فيديو جديد اللي من خلاله إن شاء الله غادي نسلطوا الضوء على الدروس المقررة في امتحان المحيط الإقليمي المستوى السادس دورة يونيو 2021، ونتكلم بالضبط على مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية. فبالنسبة للغة العربية فالدروس المقررة نتكلم على الصرف والتحويل، تراكيب الإملاء والتعبير الكتابي. فهنا في الصرف والتحويل عندنا كاين صرف فعل صحيح، اولا خصني نعرف بعد الفعل الصحيح شنو، هنا نشوفهم من بعد في تتمة الفيديو شنو خصني نعرف في كل درس. هنا الفعل الصحيح التصريف ديالو، التصريف المثال اجوفني الفعل المعتل، التصريف المتعلق الناقص هادو بجوج كيتجمعو في المعتل، مثال اجوف ناقص. خصني نعرف اسم الفاعل والمفعول، اسم الزمان والمكان، اسم الآلة، اسم التفضيل، والعدد والمعدود. فهنا داخل الوحدات، الوحدة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والاسبوع الاول من الوحدة الخامسة. في التراكيب عندنا النصب المضارع صحيح والجملة الأولى يعني أدوات النصب، هنا جزم المضارع صحيح والجملة الشرطية يعني أدوات الجزم والجملة الشرطية وأدوات الشرط. عندنا الأفعال الخمسة، الأسماء الخمسة، إعراب المثنى، جاء إعراب جمع المذكر السالم وإعراب جمع المؤنث السالم والتوكيد والتمييز. بالنسبة للهمزة عندنا فيها ربعة ديال الدروس، عندنا همزة الوصل والقطع، همزة ابن أو ألف ابن، الألف اللينة، والهمزة المتوسطة والمتطرفة. بالنسبة للتعبير الكتابي عندنا كتابة رسالة شخصية، كتابة طلب، كتابة حوار، كتابة مقال، وكتابة قصة واقعية وقصة متخيلة. إذن في هذه الدروس فقط اللي كاينة في الامتحان. أنا شنو خصني نعرف في كل درس؟ هنا بالنسبة للقراءة، لأن في الامتحان تقول الجزء الأول، فيه الجزء الأول المجال الرئيسي الأول فيه القراءة، فيها تكون جملة الأسئلة. أول حاجة خصني نحدد نوعية النص، واش هو نص سردي وصفي تفسيري ولا توجيهي، أو لا مثلا قصة، واش حوار، واش خطبة، واش مقالة. سؤال اثنان، تحديد معنى كلمتين من النص باستخدام إحدى الاستراتيجيات. هنا غادي خدمنا بين في النصوص، عندنا خريطة الكلمة وعندنا شبكة المفردات وعائلة الكلمة، وكاين المعاني المتعددة اللي كنديرو كلمة وكنشوفوها في ثلاثة الجمل كتاخد معاني مختلفة، هادي غتكون في الامتحان أيضا. استخراج معلومات صريحة أو ضمنية من النص، يعني كيعطينا سؤال على واحد المعلومة في النص، خصني نقرا النص مزيان ونجاوب مباشرة، يقدر يكون سؤال مباشر. ربعة، تحديد عبارة أو جملة من النص تبين إحدى الأفكار الواردة فيه، يقدر يسولني واحد الفكرة ويقول لي حدد الجملة التي تؤكد هذه الفكرة، خصني نقلب عليها في النص. تحديد الفكرة العامة أو الأفكار الأساسية للنص، يقدر يسولني مثلا النص شنو الفكرة اللي بغا يوصل لينا. ستة، يقدر يطلب مني ندير تلخيص ديال النص او جزء منه. سبعة، استخراج قيمة او العبرة التي روجوها النص، يعني يقدر يكون النص عنده واحد بغى يوصل لنا واحد القيمة، مثلا قيمة مثلا يقدر يكون مثلا ديال التضامن، قيمة ديال العدل، قيمة ديال مثلا ديال قيم محافظة على البيئة، يعني مجموعة من القيم اللي عندها علاقة بالوحدات اللي قرينا في المستوى السادس. تمنية، يبدأ الرأي حول النص او حول الافكار الواردة، يقدر يسولك انا الرأي ديالك في النص انت كفكرة عندك عامة، يقدر يكون النص على البيئة، على السلوك المدني، على الحضارات، يسولك على الرأي ديالك في الموضوع. إذا هنا الأسئلة ديال المجال الرئيسي الأول هو القراءة. المجال الرئيسي الثاني هو الظواهر اللغوية، فيه المجالات الفرعية، فيه صرف وتحويل تراكيب الإملاء. بالنسبة للصرف وتحويل قلنا صرف فعل صحيح اللي خصنا نعرفو اللي هو السالم المهموز المضاعف، نعرف كيفاش كيتصرفو ومنين كيتصرفو شنو كيوقع فيهم في التغييرات. أيضا الفعل المعتل، المثال، الأجواف والناقص. يقدر يطلبو مني نصرفو ولا يعطيني جملة ويقول لي صرفو في جملة، يعني ولا جدول نصرف فيه الأفعال، يعني مهم كاين التصريف. عندنا تكلمنا على التصريف فعل، الان عندنا جوج صياغات اسم الفاعل او اسم مفعول انطلاقا من الافعال المعطاه تعطيني الفعل، مثلا الفعل القيد لاسم فاعل راه معروفه، فاعل او على وزنيه المضارع بدليل حرف من مضمومه وكسر ما قبل الاخر، ان فتح ما قبل الاخر اللي كان فعل غير ثلاثي. اذا خصني نعرف كيفاش نجبد الاسم فاعل واسم مفعول من الفعل او من الاسم فاعل جبدنا الفعل. ثلاثة، صياغة اسم الزمان والمكان أو اسم الزمان والمكان تهو من أفعال. صياغة اسم الآلة من أفعال. صياغة اسم التفضيل من من أفعال ثلاثية على وزن أفعال. وتوظيف العدد والمعدود في جمل معطاة، يعني نقدر ندير العدد ويقول يكتب العدد والأعداد بالحروف في الجمل، وسنحتار يكون واش تطابق ولا اختلاف بين العدد والمعدود. المجال الفرعي الثاني إن شاء الله ملي نكملو إن شاء الله هاد الدروس اللي في هذا الفيديو نقدروا نديرو مراجعة تكون بسرعة للدروس اللي كاينة كاملة في الإملاء، التراكيب، صرف وتحويل، والتعبير الكتابي. بالنسبة للتراكيب عندنا توظيف أدوات النصب ديال الفعل المضارع
وأدوات الجزم أيضا والجملة الشرطية، نعرفوا الأفعال الخمسة والأسماء الخمسة كيفاش نخدموا بهم، كيفاش نقدروا نديروا لهم نصيبوهم، شنو كيوقع لهم في الرفع ولا في النصب ولا في الجزم. بالنسبة للأفعال، بالنسبة للأسماء تيكون فيهم الرفع والنصب والجر، توظيف التوكيد، التوكيد نعرفوا التوكيد اللفظي والتوكيد المعنوي، نعرفوا أدوات ديال التوكيد المعنوي، عندنا التمييز، نعرفوا التمييز المرفوض والتمييز الملحوظ، نميزوا بيناتهم. عندنا أيضا تحديد الموقع العربي سواء ديال المثنى جمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم، يعني المثنى كيترفع بالألف وكيتنصب وكيتجر بالياء، الجمع كيترفع بالواو والنون وكيتنصب وكيتجر بالياء والنون، جمع مؤنث سالم كيترفع بالضمة الظاهرة كيتجر بالكسرة وكيتنصب بالفتحة النائبة عن الكسرة. يعني هاد الأمور خصني نعرفها ضروري في الإعراب. بالنسبة للمجال الفرع الثالث هو الإملاء، فيه ربعة ديال الطروس، همزة الوصل والقطع، خصني نعرف كيفاش نكتبهم سواء في كلمة تكون في جملة أو تكون بوحدة. كتابة همزة ابن في عبارة معطاة، يعني ابن واش تحذف الألف ولا ما تحذفش، ونعرف وقتاش كتحذف وقتاش ما كتحذفش، يعني نكون عارف القاعدة. الألف اللينة الممدودة ومقصورة في الأفعال والأسماء ولا في الحروف الأخير، يعني الألف اللينة هي الألف كتكون في آخر الكلمة، نعرف كيفاش كتكتب. كتابة الهمزة المتوسطة أو الهمزة المتطرفة في كلمات معزولة أو ضمن عبارات معطاة، يعني خصنا نعرف الهمزة المتوسطة وكيفاش نتحكم فيها، لأن كنعرف خصنا نعرف حركات، يعني حركة الكسرة الضمة كسرة الضمة الفتحة والسكون، شكون اللي أقوى، شكون اللي كيتحكم، وكل حركة شنو الحرف اللي كيناسبها، خصنا نعرف هاد الأمور باش نقدر نضبط الكلمات. المجال الثالث فيه جوج الفروع، فيه الشكل، يطلبني من النص الأول اللي غنخدم بيه في القراءة غندير في الشكل، نشكل كلمات أو نشكل واحد الجملة، وضبط جملة من النص مكونة من ثلاث أو خمس كلمات بالشكل التام. إذا هنايا غنتكلمو على الشكل. المجال الفرعي الثاني هو التعبير الكتابي اللي هو الإنشاء، كنسمو حنا الإنشاء. هنا يكون عندي إنتاج نص كتابي من 8 إلى 10 أسطر، يرتبط بموضوع النص أو مجال موضوعي انطلاقا من وضعية مناسبة، وبتوظيف إحدى المهارات الكتابية الإبداعية الآتية. ممكن يطلبوا منا رسالة، يطلبوا منا طلب، خصنا نعرف عناصر الرسالة، عناصر الطلب، هنا كاين تشابه ولكن كاين بعض الأمور كتختلف. نعرف نكتب حوار أو مقال أو لا قصة واقعية ولا قصة خيالية اللي شفناهم في التعبير الكتابي. إذا هذه الأمور اللي كاينة في اللغة العربية. بالنسبة للتربية الإسلامية، في الطروس اللي كاينة عندنا بالقرآن عندنا سورة الملك والمرسلات والقلم، ثلاثة سور فقط. بالنسبة للعقيدة عندي أؤمن بالغيب، الملائكة واليوم الآخر، وأعرف لمن خلق خلقه، وأؤمن بقضاء الله وقدره. في الاقتداء عندنا بعثة الرسول، الدعوة السرية، عندنا الرسول المبلغ، يعني الدعوة الجارية والعلانية، عندنا صبر الرسول صلى الله عليه وسلم على الأذى، وقصة ابتلاء آل ياسر. الاستجابة عندنا أصلي صلاة التراويح جماعة، الصيام 3 دروس للصيام، معناه شروط وفوائده، فرائض الصيام وسنن الصيام، يعني خصنا نعرف هاد الأمور كاملة على الصيام. القسط عندنا فيه قصص، كاين قصة آسيا زوج فرعون في الإيمان والإيواء، قصة إبراهيم والبحث عن الحقيقة، قصة مريم عصام وكرامتي، وقصة أصحاب الجنة فيها على حق المسكين. بالنسبة للحكمة فيها الرضا والتفاؤل، قصة مرأة عمران، أنصح وأحاور بأدب قصة إبراهيم، أتفهم ولا أتهم قصة مريم، وأعتبر قصة أصحاب الجنة، يعني أصحاب الجنة عندي 2 مرات، قصة مريم 2 مرات، قصة إبراهيم 2 مرات، هنا عندنا آسيا، هنا عندنا زوجة فرعون اللي هي عندنا آسيا زوج فرعون وعندنا مرأة عمران. كذلك في التربية الإسلامية شنو خصني نعرف؟ بالنسبة للقرآن خصني نفهم الآيات، نكون فاهم الآيات اللي تقراو في الأجزاء الثلاثة ديال كل سورات من سور القلم والمرسلات والملك، نعرف بحال القواعد الجويدية بحال تقريق الراء وتفخيمها الإمالة، لأن هاد الأمور غتكون داخلة كالقواعد لتحت ديال الصور في التربية الإسلامية في الكتاب، ديما كنلقاو في الأسفل ديال كل جزء عندنا قاعدة ديال الجويد. عندنا استخلاص القيم المتضمنة في سورة الملك والمرسلات والقلم، يعني نعرف الموضوع ديال كل سورة اللي تم الشرح ديالو في الدروس. وعندنا توظيف آيات من سورة، يعني نعرف نوظف كل آية مثلا، ولا يطلب مني آية ويعطيني آية ويشرحها لي مثلا على حسب اللي شفنا في الدروس. بالنسبة للعقيدة، بالنسبة للإيمان بالغيب، خصني نعرف شنو المعنى ديال الإيمان بالغيب، تعريف ديال الملائكة، شنو هما الملائكة، يعني ما خلقنا كما قلنا مخلوقات نورانية، خصنا نعرف التعريف شنو هو اليوم الآخر، وشنو هو الأثر ديال الإيمان بالملائكة واليوم الآخر في سلوك المتعلم أو سلوك الإنسان بصفة عامة. بالنسبة لعرف الله من خلال الخلق، خصنا نعرف دلالة الكون على وجود الله تعالى وحكم حكمته، يعني الدلالة ديال المخلوقات فهي كتعطينا العظمة ديال الخالق، وأن الإنسان آية من آيات الله، يعني كتبين القدرة ديال الله على في المخلوقات، كتبين القدرة ديال الله. هاد الأمور خصنا نعرفوها. بالنسبة للإيمان بالقضاء والقدر، يعني معنى الإيمان بالقضاء والقدر شنو هو المعنى ديالو، وشنو هو الأثر ديال الإيمان بالقضاء والقدر على كل مؤمن. بالنسبة للاقتداء في بعثة الرسول، خصنا نعرف بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني متى بعث الرسول، السن ديالو، فين كان الرسول، يعني مجموعة من الأحداث خصنا نعرفها.
الدعوة السرية عرف وقتاش بدات وشكون هما اللي آمنوا بالرسول وشنو هي الغاية من تبليغ الدعوة سرا في الأول. عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ هنا بدات الدعوة العلنية اللي بدأ الرسول عندنا واحد الآية اللي يأمر فيها الله سبحانه وتعالى الرسول بالبداية الدعوة العلنية. ونعرفوا في أخلاق النبي تبليني كيفاش الرسول بلغ الدعوة والأخلاق اللي كان يتحلى بها. أيضا صبر الرسول صلى الله عليه وسلم خصنا نعرفوا ماذا الأذى اللي لحقته قريش بالرسول وأن صبر الرسول على ذلك الأذى وهو من أخلاقه لأن الرسول رغم أنه له خلق عظيم. أيضا قصة ابتلاء الياس نعرفوا فيها الحدث شنو وقع في الحدث شنو كان فيه شكون اللي تعذب وكيفاش عذبوهم. ونعرفوا فضيلة الصبر أيضا في من أخلاق الصحابة الصبر في أخلاق الرسول من الصبر أخلاق الصحابة بحكم أنهم كيحاولوا يقلدوا الرسول فيما يفعل. الاستجابة في صلاة التراويح نعرفوا فضل قيام رمضان وكيفاش كتصلى صلاة التراويح متى شحال فيها من ركعات وقتها يعني هاد الأمور خصنا نعرفوها. الصيام نعرفوا شنو هو الصيام وشنو هما الشروط خصنا نحفظهم يكونوا محفوظين مزيان. فوائد الصيام الصحية والأخلاقية عندنا فرائض الصيام نعرفوا فرائض الصيام وصحة الصيام بالتزام فرائض نعرفوا مثلا لو واحد الشخص أخل بفرائض الصيام راه الصيام ديالو راه باطل. عندنا سنن الصيام تمام الصيام بالتزام سنني يعني هنا يقدروا يحطوا في الامتحان يحطوا تيخلطوا لي الشروط مع السنن مع الفرائض وانا خصني نميز بيناتهم ونصنفهم في جدول نعرف كل حاجة فين نحطها. وقلنا القسط فيه مجموعة القصص ديال قصة آسيا نعرفوا قصة آسيا وكيف آمنت بموسى وأن وعدها فرعون وأن آوت موسى. قصة إبراهيم وباحث ديالو على حقيقة ديال وجود الله ورفضه لما كان يفعله القوم ديالو بما فيه من الأب ديالو. قصة مريم اللي هي اختار الله بأن تكون أم عيسى ونعرف قصة ولادة مريم وولادة عيسى عليه السلام. هنا عفة مريم وطهارتها ورعايتها رعاية الله لها يعني حق الكرامة. بالنسبة لأصحاب الجنة نعرفوا أن أصحاب الجنة عرفوا أي اللي كتب سورة القلم شنو وقع على هاد الإخوة اللي كان عندهم بستان واحترق ليهم وعلاش احترق. هنا نعرفوا حقوق المساكين في مال الأغنياء أن يعني الحق ديال التضامن. وأخيرا عندنا الحكمة فيها الرضا والتفاؤل يعني أن امرأة عمران نذرت ما في بطنها اللي هي المولودة ديال اللي هي مريم. نعرفوا كيفاش كانت القصة ديالها وكيفاش ترزق الله بالمولود. ونعرف قصة ديال إبراهيم اللي كان ينصح ويحاور بأدب. إذن هذه أمور اللي خصنا نعرفوها في الدروس ديال التربية الإسلامية للغة العربية. غنحاول إن شاء الله في هذه الأيام المقبلة نديرو مراجعة للدروس تكون مراجعة يعني قصيرة ما تكونش يعني مطولة لأن غنديرو الدروس كاملين نقدر نعطيو واحد الاختصار للدروس اللي كاينة عندنا في الامتحان بحول الله.